لو حابين تعرفوا انا عملت الحاجات دي ازاي من ازازة الكنز، كملوا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل فكرة حلوة جدا بازازة الكنز. طبعا المقاس الكنز اللي معايا ديت هناخد مقاسها 10 سنتي بالشكل ده، حطيت عليه كده بالقلم وبالقطر كده هبدأ اني اقص، وكمان ما ننساش ان احنا نسويه بالمقص، وكمان نخلي بالنا عشان دي آلة حادة ممكن ان احنا من خلالها نتعور. عندي بقى هنا ورق المقوى او الورق الملون، اي الوان انتوا حابينها هناخدها كده، وهنبدأ ان احنا نغلف بيها العلبة بالشكل ده كده. هغلفها كلها كده، وكمان يفضل ان احنا نغلفها كويس. هنقص كده لو في اي زيادة. هنبدأ كده ان احنا نشرشرها من فوق عشان نبدأ نغلفها كمان من جوه بالشكل ده. بحط هنا كده الشمع وببدأ اني ادخلها لجوه كده. عملتها كلها بالشكل ده. كمان بحتاج لونين مختلفين غير اللي انا عملتها باللون البرتقاني. حبيت كده اني ازينها، قصيت شرايط من الفوم اللامع بالشكل ده، وهبدأ اني ازينها من فوق بالشكل ده. هقص كده زيادة. كده عملت التلاتة. عندي بقى هنا كرتونة، طبعا الكرتونة ناخدها بمقاس ازايز الكنز، ان احنا نحطهم تلاتة جنب بعض كده وناخد مقاس الكرتونة. تمام، حطيت كده هنا الشمع، وعلى برضك الفوق اللي هو الورق الملون هبدأ اني اغلفها بالورق الملون. بعمل بالطريقة دي كده عشان اغلفها كويس بالشكل ده، وكمان بعمل من الجهة التانية. بحط هنا كده الشمع على الحروف عشان ابدأ اني اثبت ورق المقوى بالطريقة دي. كمان كان عندي الجزئية دي ما كانتش برضه كده اتغلفت، فقصيت على قدها كده قطعة، وهبدأ اني اغلفها كمان عشان تتغلف كلها وش وظهر. كده غلفتها وش وظهر. هنبدأ بقى كده نجيب ازايز الكنز دي ونبدأ ان احنا نثبتها على الكرتونة بتاعتي بالطريقة دي كده. طبعا انا هنا عملت لون مختلف علشان تكون شكلها حلو، لو انتوا حابين تعملوها لون واحد تقدروا تعملوها لون واحد، اي الوان انتوا حابينها. كمان تقدروا تستخدموا ورق الفوم، اي قماش متوفر عندنا في البيت، اي حاجه انتوا حابينها، مش هشترط عليكم يعني تستخدموا ايه. بالطريقه دي كده اهي. محتاجه بقى كده شويه تزيينات. هنعمل ايه بقى عشان نزينها؟ عندي هنا شرايط ستان بالوان مختلفه، او خيط مكرميه، او شرايط الفوم بردك اللي متوفر عندنا. هنا انا حبيت اللون ده كده قلت هستخدمه. هبدأ كده في المنتصف كده، وهبدأ اني الف حوالين ازاز الكنز عشان تدي شكل حلو. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تبقى كده تمام. هقص بقى لحد هنا عشان عايزة اكتفي لحد كده. كده اهي. طبعا لسه كده بردك ما خلصتش، هنبدأ بردك نديها شوية تزيينات. الوردي ده انا عملته قبل كده معاكم على القناة. وكمان عندي هنا فروع الشجر، طبعا هسيبها لكم من الورود دي، وهسيبها لكم كلها في صندوق الوصف، لو حابين تشوفوها بقى روحوا شوفوها. كمان تقدروا تستخدموا اي ورود في البيت تكون حجمها صغير، او الورود الصناعية عادي. انا عملت معاكم قبل كده كذا طريقة لعمل الورد في القناة بتاعتي.
بعد ما ثبت ورق الشجر كده هبدأ اني اثبت الورد اللي معايا ده. اي الوان برضو كنتوا تحبوها تقدروا ان انتوا تعملوا الورد. كده انا زينتها بالورود، شكلها حلو جدا. نقدر بقى ان احنا نحط فيها الاقلام، بصراحة الفكرة روعة. يا ريت لو عجبتكم بقى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة. ده كده كان شكلها النهائي. يلا بينا نروح للفكرة التانية. الفكرة التانية بقى برضو هنستخدم ازازة الكنز. هنستخدم كده، هنقص منها جزء بس كده، ورق الفوم اللون اللي انتوا تحبوه. طبعا المرة دي بقى هنستخدم ورق الفوم. هنبدأ كده ان احنا برضك نغلف ورق الفوم بالكرتونة. هنغلف كده ازازة الكنز دي بورق الفوم. برضك زي ما عملت في الفكرة التانية هبدأ اني اعملها، شرشرتها كده من فوق عشان ابدأ برضك اني اغلفها من فوق. هعملها كلها، عملتها كلها بالشكل ده. عندي بقى هنا الكرتونة مدورة هستخدمها برضك، وعليها برضك نفس ورق الفوم اللي انا استخدمت بيه في التغليف هستخدمه برضك في الكرتونة. تمام، حطيت كده هنا برضك الشمع على الكرتونة وهبدأ اني احط عليها ورقة الفوم كده. كده اهي برضك يا جماعة هغلف برضك التانية. غلفتها برضك عندي هنا القلب ده. القلب ده انا قصيته من ورق برضك عشان ابدأ اني احدد بيه على ورق الفوم بالشكل ده. كده بالمقص هبدأ اقصه، قصيت منه مجموعة بالشكل ده. وهبدأ اني بقى اثبت كده ازازة الكنز اللي معايا ديت على ايه، على الكرتونة. بالشكل ده طبعا كل ده واضح ان احنا بنعمل طرق عمل مكتبات، مقلمات للمكتب، ان احنا برضك ان احنا نحطها على المكتب ونزين بيها المكتب. هبدأ كده اثبت بقى الورود اللي معايا ديت على المقلمة اللي انا عملتها. ممكن كمان تزينه بفيونكات او بنجوم، اي حاجة انتوا تحبوها، او ممكن كمان تزينه بالدوائر بالطريقة دي كده. برضك حبيت برضك اني اغلف كده الساق بالشكل ده. طبعا كل واحد حسب بقى طريقته في التزيين اللي انتوا تحبوه تقدروا تزينوا بيه. كده بقت معايا. ده كده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت يكون عجبكم، عملنا النهارده فكرتين حلوين قوي. يا ريت لو عجبكم تحطولي لايك وتشتركوا في القناه. باي.